ورث الحكم بعد انقلاب ضد والده، وحدث بوجهه انقلابان، وتوفي في القاهرة. إنه محمد رضا بهلوي. الشاه محمد رضا بهلوي ولد في 26 من أكتوبر عام 1919، وتوفي في 27 من يوليو عام 1980. ولد في مدينة طهران الإيرانية، وهو الابن الأكبر لرضا بهلوي الذي حكم إيران بين 1925 و 1941، وتوج وريثاً للعرش عام 1926، وكان آخر شاه يحكم إيران قبل قيام الثورة الإسلامية عام 1979، واستمر حكمه من 1941 إلى 1979، وكان يلقب بالشاه ناشاه، وتعني بالعربية ملك الملوك. خلف محمد أباه شاهاً لإيران بعد أن عزلت قوات تحالف والده رضا بهلوي بسبب موقفه المؤيد لأدلوف هتلر في الحرب العالمية الثانية وتزويده بالنفط، ونصب محمد رضا بهلوي بدلاً منه. في شهر أغسطس عام 1953 تدهور الوضع السياسي لإيران، واضطر الشاه إلى السفر إلى بغداد برفقة زوجته الملكة ثريا. وقبل أن يغادر وقع قرارين: الأول يعزل رئيس الوزراء مصدق، والثاني يعين الجنرال فضل الله زاهدي محله. وعاد الشاه إلى إيران بانقلاب مضاد لانقلاب رئيس الوزراء بمساعدة المخابرات الأمريكية والبريطانية، وأقال مصدق من منصبه واستعاد عرش إيران، وكان ذلك عام 1953. في 16 من يناير عام 1979 أرغم الشاه على مغادرة إيران للمرة الثانية، ولكن هذه المرة دون رجعة بسبب تظاهرات عارمة في العاصمة طهران إثر سياسة منع الحجاب وتغيير نظام التعليم. حاول الشاه الذهاب إلى أوروبا، لكنها رفضت استقبال طائرته، كما رفضته باقي السفارات. ونزل الشاه بطائرته في أسوان في 16 من يناير عام 1979، واستضافه الرئيس المصري الراحل أنور السادات. وبعد ذلك لجأ إلى مراكش في المغرب بدعوة من الملك الحسن الثاني، لكن الشاه اضطر إلى أن يغادر المغرب وغادره إلى المكسيك، وبسبب حالته الصحية لجأ إلى الولايات المتحدة للعلاج، ولكنه اضطر إلى مغادرة الولايات المتحدة بعد احتلال الثوار السفارة الأمريكية في طهران في 4 من نوفمبر عام 1979، مطالبين بتسليمه مقابل الإفراج عن الرهائن الأمريكيين. وبعد أن أغلقت كل الأبواب أمامه، أرسل السادات طائرة خاصة للعودة به إلى مصر، وتم تخصيص قصر القبة مقراً لإقامته إلى أن توفي في مصر عام 1980.